حاتم كاظم الشهير بأبو طبر، من أوائل السفاحين المتسلسلين بتاريخ العراق. بدأ حياته المهنية كضابط شرطة، ثم ضابط بالقوة الجوية العراقية. تم فصله من كل الأعمال التي اشتغل بها. اتصف بالذكاء الحاد، فوظفه لخدمة ميوله الإجرامية. جال كثيرا حول العالم وأتقن لغات عدة. انتسب لعصابات إجرامية في أوروبا، ثم عاد في السبعينيات للعراق ليصبح القاتل الأشهر. كان الصديق الحميم لضباط الشرطة ليبعد الشبهات. قتل كل ضحاياه من الضربة الأولى بأداة حادة تسمى طبر، فبات لقبه بين العراقيين أبو طبر. تحول اسمه لماركة لعصابات القتل، فظهرت عصابة في العراق في عام 2018 وسمت نفسها أبو طبر نسبة له. ماذا تعرف عن أشهر قاتل متسلسل بتاريخ العراق؟ نشأة القاتل. حاتم كاظم من مواليد مدينة المسيب عام 1932، عاش حياة عادية تنقل فيها عبر مراحل التعليم المختلفة. التحق بمدرسة المفاوضين عام 1949 وتخرج منها برتبة ضابط شرطة. فصل من الخدمة بعد عام واحد لأسباب مهنية. التحق بعدها بكلية القوة الجوية، ثم فصل لإهماله وطيشه، تسبب حينها بخلل مقصود لإحدى الطائرات أثناء التدريب. حاتم الرحالة. بعد فشله قرر حاتم السفر إلى الكويت 1957. بعد عامين عاد للعراق وعمل محاسب ضرائب بإحدى دوائر أوقاف كركوك. تم فصل حاتم مجددا للإضرار بالمال العام، كما سجن عامين ونصف. في عام 1962 قرر حاتم السفر للخارج وتنقل بين أوروبا وأمريكا. بفضل ذكائه أتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والتركية. بدايته الإجرامية. جراء الميول الإجرامية عند حاتم، استقطبته إحدى عصابات ألمانيا. عمل حاتم مع العصابة بتهريب السيارات والأسلحة. كانت مهمته تهريب الأسلحة والسيارة من بلجيكا وألمانيا لليونان وتركيا وسوريا. بعد القبض عليه بأوروبا والحكم عليه بالسجن 10 أشهر، عاد سريعا للعراق. ظهور أبو طبر. مع عودة حاتم لبغداد انتشرت حوادث القتل المقترنة بالسرقة. القاتل كان يضرب كل ضحاياه بأداة معدنية حادة على رؤوسهم ضربة واحدة. سكان المدينة سموا القاتل أبو طبر نسبة للأداة التي يستخدمها في القتل. بغداد باتت آنذاك بخطر، وهناك قاتل مجهول الهوية يمشي بين الناس. أبو طبر استطاع التخفي وارتكاب كل جرائمه بسرعة دون ترك أي أثر له. القاتل كان على درجة كبيرة من الذكاء، فأقام علاقات وثيقة مع الشرطة. تمكن أبو طبر من الحصول على كل ما يريده من معلومات من رجال الشرطة. وقوع أبو طبر. في إحدى هجمات أبو طبر على عائلة يهودية داخل منزلها، قتل أبو طبر الزوج والزوجة والابن بضربة واحدة لكل واحد منهم. وأثناء تفتيشه بالمنزل عثر على الخادمة مختبئة، فضربها كالعادة ضربة واحدة. ضربة أبو طبر الأخيرة لم تكن موفقة، فعاشت الخادمة لتتعرف على الجاني. جاءت الخادمة لقسم الشرطة فشاهدت أبو طبر يتحدث مع الضباط، فصاحت هذا القاتل. اعترافات أبو طبر أكدت أن زوجته كانت تساعده بتحديد قائمة الضحايا. مهمة الزوجة العمل لدى الضحايا المستهدفين كخادمة للتعرف على المداخل والمخارج. نشر بعدها جانب من التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه، فكانت إجاباته دليلا على مدى وحشية وعنف ذلك القاتل. حياة إجرام أبو طبر انتهت بالإعدام بسجن أبو غريب عام 1976. اسم السفاح العراقي بات اسم ماركة لعصابات القتل بمناطق عدة. وأنت أخبرنا، هل عاصرت من قبل قاتل بتلك الوحشية وانعدام الرحمة؟